لكم البنات معايا في فيديو جديد من قناة وصفات بيبا. اليوم راح نشارك معكم وصفة وصفة تاع تحلية سهلة بسيطة، مكونات تاعها بدون فرن، باردة البنات، تهبل وزيد بالشيكولا. اللي يحب الشيكولا مرحبا به. الى كنتوا اول مرة تشوفوا القناة نقول لكم ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات اللي نحطهم، وما تنساوش تشجعوني بلي لايك البنات وتخليوا لي تعليقاتكم. 400 مليلتر تاع حليب، ها هو اللي هو نص لتر، نقصوا منها شوية. عندي لي بودوار، وتقدروا تستعملوا بيسكوي زبده ولا اي جاتو للفون تاع لا طارت هذه. وراح نسقي هذا لي بودوار بهذيك النسكافيه اللي ذوبتها شويه في ماء سخون. عندي ليها 70 غرام تاع شوكولا سوداء، وعندي فلون شوكولا فلون شوكو، يعني ظرف تاع فلون شوكولا 50 غرام، وتقدروا تعوضوه بابيبري واحد 3 مغارف حتى للربعه اللي عندكم لي ساشي الكبار. والسكر عندنا ثاني 3 ملاعق كبار، مغارف كبار، هذا هو نورمالمون. وبعد كي تبرد لهذا الطرطه عندنا بواط تاع كريم ديسير، كريم ديسير وشوكولا، ونزيدوا معاه 50 غرام تاع شوكولا مازلت ما حطيتهاش، بعد كي نجي نذوب نحطها لكم. نحتاجو بيان سور مول كيما هادو اللي تحلو على الجنب. فوالا دركا راح نبدا بلي بودوار تاعي نديرهم. نبداو نصرصطو هذاك البسكوي في المول، وكيما قلت لكم تقدروا تستعملوا اي نوع تاع بسكوي، ماشي شرط هادو لي بودوار، تقدروا تستعملوا لي بتي بار هذاك ولا طاطو الزبده كيما يقولوا له. رايحه نبدا نغمس هذاك الكاطو في القهوه، تجي رائع الكو تاع الشيكولا والقهوه. ونستعليه برك في المول، وليمون كيما قلت لكم اللي تحلو على الجناب هكذا، من بعد تجينا سهله وتجينا الشكل تاعها مليح. ها هو بعد ما درتو بالقهوه نحطوه جاهزا، ونجيبو طاوه نحطو 400 مليلتر تاع حليب. تاع الجزائر البنات وفرنسا مش كيف كيف، تاع فرنسا لازم تغلي الحليب وتحطي فيها الفلون، في الجزائر لازم نحطوا الفلون مع الحليب ويغلي مع بعضه. 3 ملاعق البنات، ندخل الحليب البنات ونضيف له الفلون. كيما قلت لكم الفلون لهنا في فرنسا لازمك تغلي الحليب ومن بعد تحطي الساشي هذاك تاع الفلون، ماشي تخلطيه مع بعضه وديريه، ماشي كيما حنا في الجزائر. المهم فلون سي ان فلون، ديروا بريباريو الفلون تاعكم نورمال، زيدوا له 3 مغارف تاع السكر، ومن بعد نزيدوا له الشيكولا ونخلطوا. المهم البنات الحليب راهو بدا تقريبا يغلي، ونزيد له 50 غرام تاع الفلون، 50 غرام تاع الفلون وي سعدي، ونزيد له الشيكولا السوداء. ها وي برافو، وخلطوا البنات باه يندمج هذاك برك الشيكولا مع الفلون. وي وي جوست برك يتخلط هذاك الفلون وذوب الشيكولا، ونحيوه ونفرغوه مباشره على هذاك البسكوي ولا لي بودوار اللي حطيناه. حركوا مليح باش ما تلصق لكمش برك الشيكولا. سهله هاد التحليه ما فيهاش منشا ثاني يعني.
لانه النشا ثاني يتقل شويه. بيتارت هذه خفيفه بالفلون، زيد شيكولا تعطيها واحد الطعم رائع لهذا الفلون مع لي بودوار والقهوه، مزيج بين الادواق يجيكم يسخف. فوالا هاي دابت لي الشيكولا دوكا ملاح مليح. خلاص طفيت عليه بعد ما دابت لي ديك الشوكولا، نهزو مباشرة هذاك الخليط ونصبوه على هاد لي بودوار بشوية حتى يحكم روحو في المول. باش ما يطلعوش. انا الصراحه في لي طارط هادو اللي ما يطيبوش نحب ندير لي بودوار فورمال لي غاتو، باسكو يجيو خفاف بزاف بزاف، تلقاوني كثرهم بزاف هما في لي فون تاع لي طارط هادو اللي ما يطيبوش في الفور بيان سور باسكو وي. فوالا البنات انا نخليه يبرد لهنا مليح وبعد نحطها في الثلاجه، نحطها في الثلاجه وبعد نرجع لكم. تقطع لي داك المقطع فهمتش الكاميرا واش بيها. المهم البنات ها هي بعد ما بردت حكم روحو داك الفلان، ذوبت واحد 50 غرام تاع شوكولا وزدت لها با تاع كريم ديسير شوكولا، ذوبتها شيكولا تاع في بان ماري ولا في الميكرون، ذوبوها نتوما في بان ماري برك باش ما تحرق لكم الشيكولا، وزيدوا لها هذاك لابواط تاع الكريم ديسير او شوكولا وحطوه من الفوق وعدلوا خلاص. هذه هي، وعاودوا ردوها على الاقل 4 ساعات تحكم روحها مليح. عدلوا برك هذا الوجه تاعها شيكولا هذيك مشيوها مليح وخلاص، حطوها تبرد وعدروني على الجزء اللي راح لي تاع تذويب الشوكولا تاع اضافتها الواحد، يعني حاجه سامبل تقدروا بكل ديروها. ونقول لكم بعد ان شاء الله كي تبرد تشوفوها معايا في صحن التقديم. ومن بعد ما بردت رايحه نحيها من السخ اللي راه فيه. فوالا هنا باش تجيني ساهله برك التقطع. واللي هنا البنات عندي شويه تاع الجوز راح نزينها برك اختياريه، شي اللي عندكم زينوا بيه وتحبوا تخليوها هكا ثانيه كشتوها سامبل ومليحه. ها فوالا التزيين يبقى اختياريه باش تشوفوا كيفاش جاتني. بسم الله بسم الله. ذوق هبال البنات. ها هي ها هي البنات كيفاش تجي رائعة، ننصحكم بزاف بها. شوفوا من داخل كيفاش تجيكم، تبقى شوف لي بودوار ها هي البنات ها هي
من داخل. شوف انا نقول لكم البنات بقاو على خير في الفيديو القادم ان شاء الله. ولا عجبتكم الطرطه ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتخليوا لي اكبر عدد من اللايكات تكل عليكم، وتخليوا لي تعليقاتكم ورايكم في هذا الكاطو الخفيف. بصحتكم البنات وبقاو على خير. رايحه نقطع لكم باش تشوفوا كيفاش جات، نقدم لكم شوي باش تشوفوا. شوفوا البنات بسم الله، شوف بسم الله رائعة. شوف في الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامة.